بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم الزول في اللون خواتاتي يسك. إن شاء الله اليوم إن شاء الله حبيت نشارك معكم وصفة مادلان بالشيكولا. المقادير: زوج حبات بيض، نص كاس كاكاو، نص كاس حليب، نص كاس سكر، ونص كاس زيت، وكيس خميرة كيميائية الكيس تاع 10 غرامات، وكوب ونص كاس ونص تاع الفرينة الدقيق. بسم الله نبداو الخدمه ونعاود معكم المقادير. اول حاجه نديرها ندي هذوك زوج حبات بيض، نضيف معاهم نص كاس تاع السكر، السكر العادي اللي نشربوا به القهوه، ولازم تخلطي هنا بالمضرب اليدوي. كي تحصلوا كي يرجع الخليط هكذا نزيدوا له نص كاس زيت تدريجيا، ومن بعد نزيدوا له الحليب ونخلطوه، ومن بعد نغربلو هذاك النص كاس تاع الكاكاو والكيس تاع الخميره الكيميائيه الكيس تاع 10 غرامات، نخلطوهم كامل حتى ينسجم الخليط. كما راكم شايفين هنا، انا تقدروا ما تخلطوهمش بالباتور بالفوي فقط ولا بيديكم، خلاص احنا المهم البيض هو اللي كنا محتاجين نخلطوه مليح مع السكر. ومن بعد نضيفوا له كاس ونص تاع الفرينه، هذه الكميه تدي لكم كاس ونص تاع الفرينه الدقيق. درتهم في هذو لي بوش هذو جيتابل، واذا ما عندكش تقدري تخدمي فقط حبيبتي بالملعقه، يعني بصح هذو يسهلوا لك يعني تخدمي بسرعه وما توسخيش، لكن اذا ما عندكش عادي جدا. بكري ما كانوش عندنا وكنا نخدمو بالملعقه بكل سهوله. تعمري كامل اكواب تاعك هنايا كما راكي شايفه هنايا. انا ملاحظه هنا جابت لي 8 اكواب، لماذا؟ لانه هذو لي مول تاع المادان كبار، لكن كون ديري المتوسطين تجيب لك حتى 12 قالب. والملاحظه المهمه الاخرى انك تخلي هذو القوالب ترتاح ربع ساعه، لازم ترتاح ربع ساعه، ومن بعد تدخليهم فرن 180 درجه، تستني حتى 24 دقيقة ومن بعد تحصلي على هذو النتيجة. ما شاء الله شوفي كيفاش انتفخت، لأننا خليناها ريحة ربع ساعة. ومن بعد ديت هذيك النيتولا، دوك ندير لكم الرابط في صندوق الوصف المنزلية، حضرتها فوقها وقدمتها، شربنا بها القهوة تاع العشية. خواتاتي راكم في قناة حاولي دائما، دمتي متألقة. نجي غاون لهنا التلويث أرثي مليليث.